يمرر أعادها إلى الميدا بعرضية رأسية. الله جول أول من الأسمراني شيبوكي كينيدي 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 أشعلها من البداية وضعها في مرمى كوفال أشبه بالرصاصة بالرصاصة سرعة رهيبة في هذه الكرة لم يستطع كوفال أن يفعل أي شيء في محاولة أولى حافظ عليها الصيعري حافظ على الكرة كثيرا لم يستطع ياسين حمزة أن يفتك هذه الكرة من الصيعري بلمسة واحدة لعبت العرضية كينيدي رصاصة برأسية بهدف أول حزماوي يشعل المباراة يشعل الشوط الثاني لكي نشاهد شوط ثاني مختلف بعد أن شاهدنا شوط أول هجومي من الفتح دفاعي هجومي من الحزم دفاعي من الفتح.